ربما حمزاوي ومن يتولى تنفيذ هذه الكرة. تنفيذ بالقدم اليسرى، هدف رائع جدا، هدف رائع رائع رائع، هذا الهدف طريقة رائعة جدا بقدم يسرى ممتازة ممتازة ممتازة. حمزاوي يفتتح باب التسجيل، حمزاوي عكاشة يفعل ما أو يسجل الهدف الأول في بطريقة رائعة جدا بعد مرور 7 دقائق. إذن حمزاوي عكاشة يدخل الفرحة والبهجة لجمهور مولودية بجاية بهذه الطريقة وبهذه اليسارية البعيدة كل البعد عن الحارس خضيرية الذي ينهزم ويستسلم للأمر الواقع في هذه الكرة، وبداية موفقة لفريق مولودية بجاية. تغيير الآن، التغيير الاضطراري أو ليس زرارة أو زداد ظهير سيأخذ مكان فرحات.